معي هذا الاتصال معي سعادة الدكتور خالد بطرفي، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور خالد مساء الخير. يا هلا، مساء النور والسرور. سعيدين بانضمامك معنا، أشكرك لقبول الدعوة. الحقيقة في إطار التعليق على تلقي مقام خادم الحرمين الشريفين، هذا الاتصال من فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أي سياقات تقرأه حضرتك؟ خصوصا أن يعني كما أشار الدكتور خليل، هناك توافق واضح يعني بين الجانبين على قضايا مهمة، مثل التعامل مع إيران، مثل التهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا حتى الحلول المطروحة على الطاولة في قضايا مثل اليمن ونحوها. كيف ترى هذا الاتصال وهذه العلاقة بين البلدين؟ أعظم العلاقات بين الدول تقوم على المصالح المشتركة، ليست على العواطف، ليست على العلاقات الشخصية، ولكن على المصالح المشتركة. الملك عبد العزيز رحمه الله كما يروي الشيخ عبد الله بالخير أول وزير إعلام في المملكة، وكان ضمن مكتب الملك عبد العزيز رحمه الله، يروي أن الملك عبد العزيز سئل مرة من مستشاريه أنه من هو أقرب إلينا، بريطانيا أو أمريكا؟ فقال البريطاني صديق والأمريكي شريك، والشريك يتقدم دائما على الصديق. هذا هو المبدأ الذي تقوم عليه العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، هي شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة وتوافق وتقاطع مصالح كما ذكر الدكتور خليل. وأنا أتفق معه بأن هذه الصداقة قد تأتي، أو هذه الشراكة قد نختلف في بعض الأمور، ولكن الأمور الأساسية تمضي. الملك عبد الله رحمه الله عندما أغضبه ما كان يفعله شارون في الفلسطينيين، كتب رسالة أوصلها الأمير بندر بن سلطان وتكلم عنها إلى جورج دبليو بوش الإبن، عندما قال له أن الشركاء أحيانا يختلفون وكل واحد يسعى في طريق. فما في شك أن العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة مرت بهذه المنحنيات. نذكر في ذلك الخلاف المستمر على القضية الفلسطينية، قطع البترول سواء في عهد الملك سعود رحمه الله وهذه قليلا ما تذكر، أو في عهد الملك فيصل رحمه الله، كانت هذا موضوع خلاف كبير. أيضا خلافات أخرى آخرها في أحداث سبتمبر، والخلافات مع في الاتفاق النووي والربيع العربي وقضية البحرين والدفاع عنها، أمور كثيرة. لكن بقيت العلاقة المؤسساتية بين البلدين والمصالح الراسخة بين الشريكين ثابتة على مدى حوالي 80 عاما، وهو الذي نبني عليه اليوم، وهو الذي تبني عليه إدارة بايدن، وهي الآن على المحك. طبعا الرؤية من خارج المكتب البيضاوي تختلف عن الرؤية من داخله. عندما تكون أنت يعني مرشحا تقول كلاما قد لا يتسق مع الواقع الذي تتعرف عليه في اليوم الأول، عندما يأتيك الملخص من جميع الديبارتمنت، جميع الإدارات الاستخبارية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتبدأ بالتواصل مع كبرى الشركات في بلادك، وتعرف دور المملكة العربية السعودية والخدمة التي تقدمها للاقتصاد الأمريكي والمصالح الضخمة التي تستفيد منها الولايات المتحدة. عندها يعني تختلف الرؤية وتتغير، وهذا ما حدث مع كثير من الرؤساء ومنهم الرئيس ترامب بالمناسبة. يعني لم تكن كثير من تصريحاته قبل أن يتولى الرئاسة متوافقة مع ما فعله بعد أن تولاها. ولذلك أنا أراهن على أن الإدارة الأمريكية بدأت ترى الحقيقة والواقع الذي يثبت أن كما ذكر الدكتور خليل أن هناك نوع من التوافق والانسجام بين البلدين في كثير من القضايا، وأن أمريكا تحتاج المملكة العربية السعودية ربما بأكثر مما تحتاجها المملكة. الشاري دائما هو ملك السوق وليس البائع. وأيضا هناك قضايا أشار عليها الدكتور خليل أيضا ولا أريد أن أكررها، يعني الموقف من إيران، من الإرهاب، من
الدور المطلوب من المملكة في المساهمة في تحقيق السلام في حل القضية الفلسطينية. كثير من القضايا تعتبر المملكة العربية السعودية دولة محورية، كدولة عربية كبرى، كدولة إسلامية رائدة وقائدة تحتاج إليها أي دولة، وخاصة الولايات المتحدة في حال أن هناك خلافات أو مشاكل أو قضايا تحتاج يعني موقف مؤيد من الشركاء والحلفاء. وما في شك أنها لا يمكن أن تحل أي من هذه الخلافات بدون أن يكون هناك دور رئيسي للمملكة العربية السعودية. شكرا لك جدا دكتور خالد بطرفي، شكرا على هذه المداخلة الكريمة. أعود هنا إلى الأستاذ